بالبدايه انه خلينا نعرف اكو شيء اسمه الاناتوميك بوزيشن. شنو الاناتوميك بوزيشن؟ اللي هو الوضع التشريحي، اللي هو الوضع اللي هو المفروض انه يكون به الانسان من يوصفون شيء تشريحي. لازم يكون اركت، اركت يعني واقف ماشي. لازم اللمس اللي هي الاطراف العلويه والسفليه قريبه على الجسم، شلون هاي الصوره قريبه على الجسم ماكو فراغ، ولازم باطن اليد والوجه الى الامام. هذا نسميه الوضع التشريحي الانتوميك بوزيشن. اوكي، اكو امور مهمه اللي هي نسميها ايماجينري بلين او يعني صفائح او خطوط تصوريه مو حقيقيه، تصوريه على مود على ضوءها نوصف. يعني شلون انت مثلا من تريد تروح لفد مكان يقول لك مثلا يم فلان جامع، يم فلان سوق، يم فلان مدرسه، يعني لازم اكو فد شيء ثابت وانت توصف على ضوء. بالتشريح كذلك عندنا ذني الصفائح اللي هن موجودات البلينز، ذني موجودات وثابتات وعلى ضوء هن نوصف. هن طبعا هوايه بس اهم اثنين اريدكم تعرفونهن اللي هن الميديان ساجيتال بلين والكورونال بلين. الميديان ساجيتال بلين اللي هي هاي الزرقة اللي هي تقسم جسم الإنسان إلى يمين ويسار، يمين ويسار. هذا شنو هو؟ الميديان ساجيتال بلين، فتخط وهمي يقسم جسم الإنسان إلى يمين ويسار. الثاني والمهم جدا اللي هو الكورونال بلين اللي هي هاي الوردي، فتخط يقسم جسم الإنسان إلى أمام وخلف، أمام وخلف. هسه نجي على مصطلحات اللي هي مصطلحات تشريحية لازم نعرفها. أولاً لازم نعرف أنه إحنا بصورة عامة اليمين واليسار هو رايت وليفت ثابت، ما عندنا فيه مشكلة. الأمام والخلف بالتشريح، الأمام نسميه anterior والخلف نسميه posterior كمصطلح تشريح. الأسفل نسميه inferior والأعلى نسميه superior. بعد عندنا الدستال والبروكسيمال باللمس، بالأبر واللور لمس اللي هي أطراف العلوية والسفلية. إذا فد شيء بعيد عن الجسم مثل الأصابع مثلا هذا نسميه دستال، وإذا فد شيء قريب على الجسم هذا نسميه بروكسيمال. فهسه مثلا هذا عظم الساعد الهيومرس هذا بروكسيمال للجسم. إذا نقارن بمن؟ نقارن بالأصابع، بينما الأصابع دستال. بينما عندنا ميديال ولاترال. الميديال إذا هو فد شيء قريب على خط الوسط اللي بالبداية قلناه اللي هو الميديان ساجيتال بلين، إذا فد شيء سواء بالإيد أو بغير مكان، يعني مثلا هذا الجزء الداخلي من اليد، الجزء الداخلي من اليد نسميه ميديال قريب من القارنة بالجزء الخارجي اللي هو نسميه لاترال. فهسه صار عندنا الانتيريا اللي هو الجزء الامامي من الجسم، البوستيريا الجزء الخلفي، الانفيريا الجزء السفلي، سوبيريا علوي. بعد قلنا بالنسبه للابر واللورلم اذا كان في شيء بعيد عن الجسم نسميه ديستال، واذا قريب نسميه بروكسيمال. بعد هذا بما يخص البعد والقرب خلال بالأبر واللور لمبس. إذا كان يعني اعتبار قلنا الأبر واللور لمبس بالأناتوميكال بوزيشن هن ثابتات مطبوقات على الجسم، بينما قلنا إذا الجزء الخارجي من اليد اللي هو بعيد عن خط الوسط اللي هو الميديان ساجيتال بلين هذا نسميه لاترال، والجزء الداخلي اللي هو قريب على الميديان ساجيتال بلين نسميه ميديال. اكو مصطلحات شويه خاصه لاماكن خاصه. عندنا اليد او باطن اليد
إذا هسه على هاي الوضعية، إحنا قلنا مثلا هسه مثلا هذا الصدر chest، هذا anterior بالمقدمة، الفيس الوجه هذا anterior، أوكي؟ بينما باليد باطن اليد ما نقول anterior، نقول palmar، نفسه هو بس مكان خاص باليد نسميه palmar. الخلف مال اليد يعني إحنا إذا مثلا الظهر نقول posterior، بالإيد ما نقول posterior، نقول dorsal. dorsal كذلك بالقدم، الجزء السفلي من عدها، الجزء السفلي ما نقول inferior، نسميه plantar. والجزء العلوي مالتها ما نسميه superior، نسميه dorsal. ذن المصطلحات مخصصات بالإيد وبالرجل، بالهاند وبالفيت. هذا اللي حكينا، قلنا هاي الجزء الأمامي نسميه بالمر، وهذا دورز، كذلك بالقدم. حكينا البروكسيمال إند اللي هو القريب على الجسم، والديستال اللي هو البعيد، وحكينا القريب من خط الوسط نسميه ميديا، والبعيد نسميه لاترال. بعد راح نحكي على فد شيء ثاني اللي هو نسميه سوبرفيشيال اند ديب. سوبرفيشيال يعني سطحي. نعرف احنا جسم الانسان هو عباره متكون من طبقات، يبدي من العظم هون البون، وراء مثلا البري اوستيان او هنا نسمينه البري كرانيوم بالدماغ اللي هو غلاف ما حول العظم، تبدي طبقات من العضلات وما يحيط بالعضلات نسميها فيشيا، راح ناخذها بالمحاضرات الجايه. بعدين يسمونه السبكوتينوس تشو اللي هو النسيج الشحمي وراء السكين، وهكذا. فإذا فد شيء مثلا خلينا نقول شريان اللي هو ارتري اسمه، إذا هذا الشريان كان عميق مثلا قريب على العظم نسميه ديب، وإذا كان هذا الشريان سطحي لفوق نسميه سوبرفيشيال. فقلنا هذا سوبرفيشيال والديب اللي هن العميق والسطحي. اكو مصطلح خاص ثاني اللي هو نعرف جسم الانسان بتجاويف. عندنا تجويف الجمجمه او الدماغي اللي هو بالدماغ وبالبرين يعني، والسيريبروسباينال فلويد اللي هو السائل الدماغي. عندنا تجويف الصدري ثوراسيك كافيتي بالقلب والرئة والشرايين الكبيرة، وعندنا البطن. هذه تجاويف موجودة بالجسم. إذا كان العضو أو خلنا نأخذ مثال الشريان الأرتري يدخل داخل هاي التجاويف نسميه internal، وإذا يطلع خارج هاي التجاويف يروح للعضلات يروح للجليد غيره نسميه external. فصار عندنا internal يعني in the cavity، internal و external اللي هو خارجي. مثال على ذلك هذا اللي قدامكم اللي هو common carotid artery، كلمة common يعني شائع أو عام أو رئيسي. من يطلع من الصدر ويدخل للرقبة وبعدين يوصل يريد يوصل للجمجمين، قسم قسمين، قسم يدخل داخل الجمجمة نسميه internal carotid artery. فقلنا internal، إن يعني شنو؟ يعني داخل التجويف. وقسم يطلع لي برا نسميه external، ما يدخل داخل تجويف الدماغ، يطلع للجليد للعضلات مال الوجه نسميه شنو؟ external carotid artery. طيب بعد احنا قلنا الميديان ساجيتال بلين تقسم جسم الإنسان إلى يمين ويسار بالتساوي. فإذا كان عندنا عضوين أو two anatomical structures بنفس الجهة اثنينهن باليمنى نسميهن ipsilateral. يعني مثلا الكبد واليد اليمنى اثنينهن بالجهة اليمنى، فشن نقول عليهن؟ نقول ipsilateral، ذن اثنينهن بنفس الجهة. بينما إذا كانن واحدة باليمين وواحدة باليسار، مثلا الكبد اللي هو الليفر
والطحال اللي هو السبلين، واحد باليمين واحد باليسار، شو نسميهن؟ نقول ذني كونترالاترال. من نريد نوصفهن نسميهن كونترالاترال. فإبسيلاترال إذا اثنين هو بنفس الجهة يمين أو يسار، وكونترالاترال إذا كانت جهات مختلفة. احنا قلنا ببداية الاناتوميكال بوزيشن لازم الإنسان إركت واقف، إيديه بصفه، الأبر واللور لم، والبالم اللي هي حرحارة اليد، والفيس فيسينج فورورد يعني توجهات للأمام. هذا الاناتوميكال بوزيشن. اكو بوزيشن ثاني، بوزيشن يعني وضع، بوزيشن ثاني يسمونه سوباين. سوباين يعني مستلقي على ظهر، lying on the back. وبرون اللي هو lying face down يعني نايم ووجهه على الأرض، lying face down. هذا ما يخص المصطلحات اللي هي التشريحية. أكو مصطلحات لمن ترجع على مود الموفمنت، movement of body parts. هاي الموفمنت تعرف احنا كل عظمين أو مرات أكثر يلتقن مع بعضهن يسوون فتشي نسميه joint. الجوينت هو المفصل، كل عظمين يلتقن مع بعضهن يسوون joint نسميه المفصل. هسه هذا الجوينت ممكن يكون متحرك مثل مفصل المرفق او الكتف shoulder joint او knee joint الركبة، متحرك، مفصل متحرك بمجال مدى معين من الحركة. ومرات لا والله غير متحرك مثل عظام الجمجمة، هي مفصل عظام متصلة مع بعضها بس غير متحرك. هاي المصطلحات تخص تخص المفاصل المتحركة joint. أول مصطلح عندنا اللي هو نسميه فلكشن. فلكشن شنو يعني؟ فلكشن شنو يعني؟ يعني يقرب العضو أو الجزء إلى الجسم، بس حركته للأمام والخلف مو جانبية، للأمام والخلف. شلون يعني؟ واقف واحد ويطبق إيده يرفعها لفوق، هذه حركة نسميه فلكشن. هاي الحركة هسه فلكشن of the elbow، هذا الالبو اللي هو المرفق صار بيه فليكشن، اقتربت الايد للجسم. اذا ابتعدت نسميه اكستنشن. كذلك هسه بالنسبه لمفصل كذلك بالنسبه لمفصل الكتف شولدر جوينت، اذا اقتربت نسميها فليكشن للامام، واذا رجعت ابتعدت نسميها اكستنشن. الركبه كذلك إذا اقتربت من الجسم، وين كانت حركتها للخلف بس هي اقتربت نسميه فليكشن، إذا ابتعدت نسميه اكستنشن. هذا بما يخص الفليكشن والاكستنشن اللي هو حركة للأمام والخلف، يعني خلال أو موازية إلى الميديان ساجيتال بلين اللي حكيناها بالبداية اللي هي الوسطية. إذا كانت الحركة لا والله للجانب مثل حركة الشولدر جوينت يصعد لي فوق نسميه أب دكشن، من كلمة تحفظوها أب يعني أعلى، تصعد الإيد لي فوق نسميه أب دكشن، تنزل نسميه الدكشن. كذلك الهيب جوينت اللي هو هذا مفصل الحوض، تصعد الرجل نسميه أب دكشن، ينزل نسميه الدكشن. بعد أكو عندنا حركة دورانية نسميها اللي هي الإيد أو الرجل أو العضو أي كان يفتر حول long axis يعني المحور الطولي مالته. يعني هسه الإيد مكانها، هذه عفوا هذا الجزء، انتبهوا لي على هذا الجزء مكانه، إذا افتر ودخل لي داخل اقترب من الجسم بالفرة مالته نسميه medial rotation. هذا الجزء كذلك، بس هذا الجزء إذا افتر على اللونج اكسس على المحور الطولي وافتر للخارج نسميه لاترال روتيشن.
اكو حركة، وهي بصراحة مو حركة واحدة، هي مجموعة حركات كلهن يندمجن سوية، مو موجودة بكل المفاصل، اكثر شيء موجودة بالشولدر وممكن تصير بالهيب جوينت اللي هو الكتف والحوض مرة، اللي هي تسميها سيركمدكشن. سيركمدكشن شلون حركة السباح؟ اللي هي عبارة عن يصير بيها بالبداية يصير اكستنشن ترجع لي، بعدين يصير بيها ابدكشن ترفع لي فوق، بعدين يصير بيها فليكشن تقدم للجسم، وبعدين يصير بيها ابدكشن ترجع. فإذا جمعنا عندنا أربع حركات اللي هو فليكشن واكستنشن وابدكشن وادكشن نسميها سيركمدكشن، كلهم نسميها سيركمدكشن. بعد اكو مرات حركات همه خاصه بمفاصل معينه اخرى، مثل عندنا مثلا القدم، اذا باطن القدم اقترب من الجسم دخل لي جوا، دخل لي جوا نسميه انفيرشن، يعني دخل. اذا يطلع لي برا نسميه ايفيرشن، ليبر. اوكي، بعد عندنا مثلا الساعد اللي هو الفورام، وكذلك ويا الهاند، هذه اذا افترت على اللونج اكسز مالتها اللي هو صار بيها وطلعت لي برا نسميه لاترال روتيشن. اللاترال روتيشن مالتها الى اسم خاص مو نفس باقي اجزاء الجسم، اسمه سوبونيشن. شلون واحد يرفع ايده لي يعني هيك يفر ايده لي برا، شلون واحد يقول سبحان الله كنا نشبهها، سوبونيشن. اذا يفرها لي جوا يسمونها برونيشن. الحركه الاخيره اللي هي شنو، اللي هو يتقدم العضو الى الامام او الى الخلف، يعني الانسان واقف بمكانه يقدم عظم الفك للامام اللي هو الماندبل نسميه، الفك السفلي اسمه ماندبل، قدمه للامام اسمه بروتراكشن، اذا رجعه للخلف نسميه ريتراكشن. فبروتراكشن من القدمه للامام وريتراكشن من الرجعه الى الخلف. شكرا جزيلا لكم، شكرا لحسن الاستماع. هسه اللي يحب يفتح مايك بالتتابع يا ريت، عنده سؤال انا حاضر. السلام عليكم دكتور. سلام، مرحبا محمد، حياك الله. استاذ، بخصوص السلايد الاول اكو تعريف للاناتومي، هذا راح نحفظه شيء اكيد.